رجعنا من جديد مستمرين اكيد معكم، واليوم نروح رحله وعالم السياحه بحد طبعا ذاته. تحدثتي بالبدايه عن صح انواع السياحه اللي موجوده، صح قد ايه مهم دائما نعطيها حقها بالضبط ونحاول نطورها. صح وابراهيم، يعني الاحتفال باليوم السياحه العالمي ب 27/9 من كل عام بيهدف الى التوعيه لاهميه صناعه السياحه وقيمتها الاجتماعيه والثقافيه والسياحيه وايضا السياسيه والاقتصاديه. ساندي اخذ منحنى ثاني تماما، قديش السياحة اليوم بتروج لبلدك أنت، بتروج لعاداتك تقاليدك فكرك. اليوم الناس عم تعرف عن الأردن لما أجوا زارونا وشافوا نحن كيف عم نتعامل معهم فعلا. فهذا الإشي كمان إحنا كتير مهم بعيدا عن الاقتصاد وعن السياسة وعن الإرث. ودائما بنحكي كمان في عنا سياحة التراث، سياحة هاي السياحة التراثية اللي هي التراث الملموس والغير ملموس والعديد من الأمور. طبعا دائما إحنا بنرحب بالأستاذ الدكتور إبراهيم الكردي من كلية السياحة بالجامعة الأردنية، وهو يعني أحد أفراد يوم جديد. دائما لما بدنا نتحدث بموضوع سياحي بيكون هو موجود، دائما بتحدث لنا بالعديد من الأمور اللي تختص بالسياحة ودائما معلومات دقيقة، وهذا إحنا بنحتاجه بموضوع السياحة. أهلا وسهلا فيك دكتور ونورتنا. أهلا وسهلا بكم، صباح الخير لوطننا الجميل وقائدنا الحكيم. أهلا وسهلا. ولبرنامج يوم جديد الذي يعد إضاءة مهمة جدا في صباح الأردني كل يوم. الله يسعدك. نعم. أهلا وسهلا. يعني اليوم إحنا كمان عم نحتفل بيوم السياحة العالمي، واللي هو شعاره كان الاستثمار الأخضر والسياحة. اليوم ليه تحديدا اتجهنا للاستثمار الأخضر والسياحة، وما الرابط، شو بنقصد بالاستثمار الأخضر؟ نعم، منظمة السياحة العالمية هي أحد المنظمات التابعة لهيئة الأمم المتحدة، كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية وإلى غير ذلك. فمنظمة السياحة العالمية منذ عام 1980 وهي تحتفل بيوم عالمي كل 27/9 27 سبتمبر. هذا اليوم ليركز الضوء لصناع القرار، للدول، يعني كأنه توجيه للدول حتى تركز على قضية معينة سنوية. هذا العام جاء تحت عنوان الاستثمار الأخضر، وهذا الاستثمار الأخضر زي ما نتحدث التسويق الأخضر طبعا. السياحة الخضراء، الجرين توريزم عنصر هام جدا في صناعة السياحة طبعا. وهو اتجاه معاصر ومهم جدا في السياحة المعاصرة الحديثة. الاستثمار الأخضر جاء بناء على مبررات حقيقة، وأهم هذه المبررات التغيرات المناخية صحيح. أهم هذه المبررات التأثيرات كورونا على العالم طبعا. ككل. فالاستثمار الأخضر تنصح منظمة السياحة العالمية كل الدول وكل المستثمرين والشركات أن يقوموا بعملية الاستثمار ضمن مفهوم الهيومن كابيتال والسوشيال كابيتال والناتشرال كابيتال، له رأس المال البشري ورأس المال الطبيعي، حتى يكون الاستثمار بشكل مستدام سستينابيليتي داخل المواقع السياحية العالمية صح. وهذا الاستثمار الأخضر هو يعني من العناصر الهامة كاتجاه معاصر حتى يخلق توازن وتناسق ما بين تطوير الموارد البشرية في السياحة وتطوير الموارد الطبيعية، لأن المواقع السياحية خلال الآونة الأخيرة في العالم يعني أصبحت تواجه تحديات كبيرة جدا. من أهم هذه التحديات التغيرات المناخية والفيضانات والزلازل، وأيضا بعض الاستثمارات السياحية في كثير من الدول لا تقوم على أسس علمية صح. تراعي مفهوم الاستدامة، وبعض الاستثمارات تؤثر على بيئات المواقع السياحية وتؤدي إلى تدهورها وتدميرها. طب دكتور، اليوم أين الأردن من هذا الحدث أو هذه السياحة الخضراء أو التطور الموجود نعم. بالسياحة خلينا نحكي، وكمان بس له جزء تاني. اليوم نشوف حتى السياح اختلفوا بشرائهم للمنتجات من الدول اللي بروحوا عليها صحيح. فهذا الأمر كيف بدنا إحنا نأخذ اليوم السائح إلى السياحة الخضراء إلى المنتجات الخضراء واستدامة هذه المنتجات؟ رائع هذا السؤال حقيقة. منظمة السياحة العالمية نحن عضو مؤسس بها، والأردن حقيقة بكل ما تحتمل الكلمة من معنى متواجد في كافة المؤسسات الدولية وبقوة. إحنا كنا مستضيفين منظمة السياحة العالمية قبل تقريبا 3 شهور وأطلقوا أن السياحة العلاجية الأردن طبعا. أفضل دول الشرق الأوسط شمال صح. إفريقيا صح. والآن دول الشرق الأوسط هي الأكثر نموا في قطاع السياحة على مستوى أقاليم العالم. فلذلك يأتي الاحتفال بهذا العام، اختارت منظمة السياحة العالمية المملكة العربية السعودية حتى يتم الاحتفال بهذا اليوم العالمي نعم. ويضم كل قادة صناعات السياحة في العالم ككل. فهذا شيء جميل لنا في دول
دول الخليج العربي وفي الوطن العربي أن تضيف المملكة العربية السعودية هذا الحدث العالمي. وإحنا استضفنا اجتماع اللجنة الإقليمية قبل 3 شهور، والأردن يعني بكل ما تحتمل الكلمة السنة هذه يعني حقق إنجازات هائلة جدا في القطاع السياحي، من حيث الدخل السياحي، من حيث التطور والنمو السياحي، من حيث تشغيل الأيدي العاملة. فنحن نتحدث عن تقريبا 14.7% من الدخل الوطني يأتي من القطاع السياحي، فطفرة نوعية لهذا العام تختلف عن الأعوام السابقة. ولعل هذه الطفرة أيضا امتدت لدول الشرق الأوسط، فعند الحديث عن دول الخليج وعن مصر يعني هناك تطور كبير في قطاع السياحة لهذا العام، وهذا ينعكس على جميع دول الجوار. ونحن دائما نسعى إلى التكامل مع دول الجوار أكثر من التنافس. أما فيما يتعلق بالاستثمار الأخضر في الأردن، يعني الاستثمار الأخضر له محاور، محور تطوير الموارد البشرية، تطويرها بشكل مستدام تتوائم ومتطلبات الاستثمار الأخضر، تطوير أيضا رأس المال الطبيعي الذي يتوائم مع الحفاظ على البيئات الطبيعية، وأن تكون الاستثمارات في المواقع التراثية والأثرية تتوائم ومتطلبات اليونسكو العالمية حتى نحافظ على هذه المواقع. صح. وإحنا بالأردن لدينا 6 مواقع تراث عالمي. صح. معترف فيها دوليا، وليست فقط ملك للأردن بالمناسبة، هي ملك للإنسانية. لدينا العديد من المواقع التي تعتمد للحج المسيحي العالمي. نعم. فالأردن مليء بالمقومات السياحية وغني. صح. فلذلك توجيه منظمة السياحة العالمية أن تكون الاستثمارات تتوائم مع الاستثمار الأخضر، وهذا الاستثمار الأخضر الذي يأتي كتوجه معاصر في صناعة السياحة، حتى أن هذا التوجيه في مجال التعليم، في مجال التدريب، في مجال الجامعات أن تتبنى هذه المفاهيم في خططها. صحيح. الدراسية. صحيح. وفي مجال صناعة القرار السياحي، وفي مجال دراسة الطاقة الاستيعابية الكرين كاباسيتي داخل المواقع السياحية التي. نعم. تتوائم، والعدد الأمثل لعدد السياح في هذه المواقع. يعني أستاذي إحنا اليوم نتحدث عن تطوير في المجال السياحة والقطاع السياحي، ولكن اليوم إحنا عم بيكون عندنا في سياحة معاصرة، في نوع جديد من السياحة، في تأثيرات سلبية، في تغير مناخي عم بيصير بالعالم عم بيأثر على المواقع بشكل عام، حتى يعني زيارة هذه المواقع أصبحت تختلف من شهر لشهر عن زمان. الاختلاف بهذا الموضوع أثره المناخ. اليوم نتحدث عن السياحة الافتراضية اللي أصبحت موجودة، استخدام الذكاء الاصطناعي في السياحة نوعا ما. نحن أيضا أين يعني نقع من كل هذا؟ هل هناك تطور؟ هل هناك توجه نحو السياحة الافتراضية أم لا؟ حقيقة السياحة الافتراضية يعني هي نمط جديد وحديث ومعاصر في صناعة السياحة. والسياحة الرقمية، من لا يستطيع أن يتماشى مع السياحة الرقمية والافتراضية سيخرج من السوق، سوق منافسة. إحنا الجاهزية التكنولوجية في الأردن من أفضل دول العالم، واهتمام جلالة سيدنا منذ تسلم سلطاته الدستورية من 99 وهي يهتم بالجاهزية التكنولوجية والقطاع السياحي. لذلك يعني القطاع السياحي يجب أن يعتمد على هذه السياحة الرقمية من خلال تقنيات الميتافيرس، تقنيات الهوليغرام، الاعتماد على الاستشعار عن بعد، ريموت سينسينج، الاعتماد على الجيوغرافيك انفورميشن سيستم. كل هذه وسائل تقنية نستطيع من خلالها إيصال رسالتنا السياحية إلى العالم. صح. لكن على الرغم من وجود جاهزية تكنولوجية عالية بالأردن، إلا أننا للأسف لم نصل إلى مرحلة النضج في إيصال منتجنا السياحي بما يتوائم من مقومات سياحية كبيرة جدا بالأردن إلى العالم من خلال هذه التقنيات. حتى أن تقارير منظمة السياحة العالمية تشير أن الأردن ما زال لم يصل إلى هذه المرحلة، مرحلة النضج خليني أسميها، نسبة للغنى والإرث الموجود، ونسبة للجاهزية التكنولوجية أيضا الموجودة في الأردن. فإلى جانب كل ما ذكرت الذكاء الاصطناعي وتطبيقات السياحة الافتراضية الرقمية، يعني إن شاء الله خلال الفترة القادمة سيكون هناك تركيز على هذا الأمر. لكن فيما يتعلق بالشق اللي ذكرته الستكاتي، ما يتعلق بإثراء سياحة التجربة، وأنا تحدثت اليوم في مقال في جريدة الرأي عن إثراء سياحة التجربة في الأردن، عندما كنت تتحدثي قبل قليل عن التلفريك. يعني الآن اللي بزور عجلون من المواطنين الأردنيين وبزور المناطق الموجودة فيها والمناطق الأثرية والتاريخية وتثري تجربته من خلال التلفريك، هذا شيء لا ينسى، لأنه إحنا نعتمد على سياحة التجربة التي تعتمد على العاطفة وتعتمد على القلب والروح، ما عادت تعتمد على الأشياء المادية فقط. صح.
صحيح دكتور، يعني حتى يعني أردنيا بتلاقي الأردني له ارتباط بأرضه، يعني نعم. بعيدا عن الأمور الأخرى، فتلفيك عم بفرجي هذه الأراضي الخضراء، فبتلاقيه هو عم يعني أغلبية الناس اللي راحوا بيقول لك حسيت حالي قاعد بأرضنا ببيتنا، شفت هذه الأرض، فكمان هذا نوع من أنواع الارتباط والولاء لهذا المكان، خلينا نحكي من خلال هذه السياحة. أنا أروح لمنحنى تاني، اليوم بنشوف في هناك سياحة تم وضعها على خارطة العالمية، سياحة الاستثمار، وهي سياحة مهمة جدا، نحن بنفرجي الشخص اللي بده يستثمر عندنا المناطق الموجودة حتى نشجعه على الاستثمار، فما بعرف احنا اردنيا وين من هذه السياحة؟ يعني حقيقة يعني عدد الوفود السياحية التي تأتي إلى الأردن، عدد منشآتنا السياحية مثل عدد الغرف الفندقية بالأردن، صحيح. يعني متواضع 36 ألف غرف فندقية، نعم. عدد الأيدي العاملة التي تعمل في القطاع السياحي يعني نتحدث عن تقريبا 57 ألف يعمل في القطاع السياحي، هذه أرقام يعني نحتاج إلى المزيد، نعم. فبالتالي عدد السياح القادمين يجب أن يتوائم مع ما هو موجود من بنية تحتية، فلذلك يجب التوسع في المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تتناسب أولا والسياحة الداخلية والسياحة الدولية، نتوسع بالنقل السياحي، نتوسع في منشآتنا السياحية، مقوماتنا السياحية الموجودة يعني تستطيع جذب المستثمرين من كل دول العالم، جذب المستثمر من كل دول العالم، وقوانيننا ووجود الأمن والاستقرار في الأردن وثبات نظام الحكم بالأردن، كل هذا يشجع الاستثمار، لذلك يجب أن يكون هناك تشجيع للاستثمارات في المواقع السياحية الأردنية، لأن هذه المواقع هي جزء من ذاكرة العالم طبعاً. وهي جزء من أرشيف العالم طبعاً. الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والديني والثقافي، الأردن يمتلئ بهذا الأرشيف الذي يمكن إيصاله إلى العالم بشكل قوي جدا، ويأتي اليوم العالمي للسياحة ليركز على الاستثمار في هذه المواقع حتى يكون الاستثمار مستدام دون تدمير لهذا الموقع، دون تخريب لهذا الموقع، وحتى أن شعار يوم السياحة العالمي بنفس الوقت استثمار أخضر في الموارد البشرية حتى تكون ذات جودة عالية تتوائم ومتطلبات العصر الحالي الذي يعتمد على التقنيات اللي حكيت عنها أستاذ إبراهيم فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي والميتافيرس وإلى غير ذلك والهوليغرام. وإذا بتستعرضوا مواقعنا السياحية الأردنية يعني إحنا بحاجة لإيصال رسالة إعلامية تركز على المحتوى أكثر من الشكل العام، بحيث أنه إحنا يعني نخلق نوع من التجربة الجميلة للسائح الأردني والسائح الأجنبي القادم إلى الأردن حتى تظل بالذكرى، حتى تظل عنده ويحملها في ذكرى وتبقى محفورة بذكرى مدى الحياة، وتكوين صورة ذهنية مثالية عن الأردن وعن مواقعنا السياحية والتي تسهم في تسويق منتج سياحي مستدام في الأردن. هذا اللي بدنا نأكد عليه، بأنه هناك العديد من التحديات، التنافسية المتسارعة في مجال السياحة عالميا يعني أصبحت بشكل هائل وكبير جدا، اللي متحدث عن الأردن في ظل المقومات الموجودة، في ظل ما هو موجود من مواقع عندنا ومن أنواع سياحة موجودة أيضا، بحاجة إلى الترويج. اليوم دور الترويج الإعلامي والخارجي في جذب هذه الاستثمارات وأيضا جذب السياح إلى الأردن قديه مهم، الصورة اللي عم نطلع فيها للعالم، كل بلد عم بتروج بطريقة ما لسياحتها، شو اللي بنقصنا، شو الإشي اللي ناقص واللي لازم إحنا دائما أنه نشتغل عليه، هل منروج بطريقة صحيحة من ناحية الإعلام والتسويق والسوشيال ميديا أم لا؟ يعني حقيقة فيما يتعلق بهذا الشأن وبكل صراحة يعني الرسالة الإعلامية في مجال تسويق المنتج السياحي الأردني بعيد شوي عن الأشياء اللي بتتحدث عنها، لم نصل إلى مرحلة النضج بها، لم نستطع إلى مد جسور التشبيك ما بين مؤسسات صناعة القرار السياحي بالأردن، مثلا الهيئة الملكية للأفلام، مثلا هيئة تنشيط السياحة، المؤسسات المختلفة في عمل أفلام قصيرة نستطيع من خلالها ترويج الأردن سياحيا إلى العالم. الآن أبنائنا والسياح والمجتمع ما حد يتعلم من الكتاب، ما حد يتعلم من الوسائل التقليدية والكلاسيكية، أصبحت وسائل التواصل والتقنيات هذه التي تعتمد على الجوانب الذكية والرقمية هي من يصل من خلالها الرسالة الإعلامية، فلذلك رسالتنا مش أني أنا أشارك في معرض في لندن أو في نيويورك أو في غيره لترويج السياحة، وإنما رسالتنا بناء منصات رقمية افتراضية نستطيع من خلالها الدخول إلى الأسواق العالمية، أيضا بناء رسالة إعلامية موحدة
للأردن في العالم من خلال وجود جايد بوك موحد للمواقع السياحية يتناولها بشكلها صحيح. الجميل المثالي وبشكل متناسق نعم. بعيدا عن أي نوع من أنواع التضارب في إيصال الرسالة الإعلامية بين مؤسساتنا جميعها. نعم فعلا. يعني أستاذ الدكتور إبراهيم الكردي يعني نورتنا وأثريتنا بهذه المعلومات، ونتمنى هذا اليوم يكون هيك تذكير لإعادة جرد الحساب، خلينا نحكي بالعديد من الأمور ما سألته ورد عم بنهي. فبدنا نشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا، ويعني مستمرين دائما في إيجاد حلول لكل أي عقبة موجودة لدينا. كل الشكر لحضرتك ونورتنا. كل الاحترام والتقدير، وإن شاء الله القادم أفضل لصناعة السياحة الأردنية، ونأمل بإذن الله تعالى صحيح. أن نكون على خارطة السياحة الدولية بأفضل صورة ممكنة بما هو يتواجد من مقومات جميلة. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. يعطيكم ألف عافية.